أفادت وزارة الصحة أمس أنه تم بتاريخ 13 من جانفي الجاري تسجيل 13 وفاة و2574 إصابة جديدة بفيروس كورونا. ولفتت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تطور الوضع الوبائي إلى أن نسبة التحلل الإيجابية بلغت أمس 29.45%، وأن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات والمساحات الخاصة بلغ يوم الأحد 1062 حالة و195 حالة مقيمة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة بالقطاعين العام والخاص، و53 حالة تحت التنفس الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص. وأفاد مدير عام الهيكل الصحية العمومية بوزارة الصحة نوفل السمراني اليوم أن الوضعية بأقسام إيواء مصابي كوفيد-19 بالمستشفيات تحت السيطرة حتى الآن رغم الضغط الناجم عن الموجة الخامسة لانتشار فيروس كورونا. وأضاف السمراني أن عدد المرضى الذين تم إيواؤهم بالمستشفيات العمومية قفز من 100 مريض مقيم في شهر ديسمبر المنقضي إلى 1200 مصاب خلال الفترة الحالية. ولفت إلى أن أغلب مصابي كورونا المقيمين بالمستشفيات بحاجة إلى الأكسجين الطبي، مما أدى إلى ارتفاع نسبة إشغال أسرة الأكسجين في المؤسسات الصحية مقارنة بأقسام الإنعاش. وأكد السمراني أن استهلاك الأكسجين الطبي لم يتخطى المستوى المسموح به، مبينا أن طاقة استهلاك تقدر ب 77 ألف لتر يوميا، فيما تبلغ كمية الإنتاج 100 ألف لتر في اليوم. وفي إطار معاضدة مجهودات الدولة في مجابهة الجائحة، سلمت الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد أمس 45 جهاز تنفس اصطناعي من شبكة غصن الزيتون للجمعيات التنموية. هذه الشبكة في توفير ما يناهز 240 آلة تنفس ذات سعة 10 لتر، وكان الانطلاق من ولاية سيدي بوزيد تنزيلا لمبدأ التمييز الإيجابي. كانت حصيلة سيدي بوزيد 45 آلة تنفس لصالح الجهات الصحية من مستشفى الجهوي والمستشفيات المحلية والدوائر الصحية. سلموا هبة قيمة تتمثل في مكثفة أكسجين عن طريق مجتمع مدني، تسلمناها اليوم عن طريق الولاية. الهبة هذه باش تساعد على التكفل بالمرضى المقيمين، هذاك علاش لي كونسونتراتور هذا نتاع 10 لترات باش نحاولوا نعطوا الاولويه للمستشفيات اللي تامن ايواء المرضى، وباش تعاوننا برشا على حسن التصرف في الاكسجين والعنايه بالمرضى. وافاد رئيس جمعيه غصن الزيتون للجمعيات التنمويه انه تم ايضا تقديم 5000 كمامه واقيه ووسائل تعقيم ليتم توزيعها على مختلف المؤسسات الصحيه بمعتمديات سيدي بوزيد.